نقل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من منزلها في المرتفعات الإسكتلندية إلى إدنبرا في رحلة تستغرق 6 ساعات. هذا وتحركت العربة التي تحمل النعش ببطء من القلعة النائية ومرت عبر بلدات وقرى صغيرة في طريقها لإدنبرا. وسيصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الإسكتلندية، حيث سيوضع في غرفة العرش حتى يوم الثلاثاء قبل نقله إلى لندن. وتجمع عشرات الآلاف عند القصور الملكية خلال الأيام الماضية منذ وفاة الملكة إليزابيث لوضع الزهور وتقديم التعازي.